إلى الشأن الاقتصادي، 200 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 200 مليار دولار هو الغلاف المالي اللازم لتغطية تكاليف إنجاز ميناء الجزائر وسط الجديد. المزيد في سياق تقرير محمد سعدوي. بعد أن أزيح الستار عن مكان ومساحة ميناء الجزائر الجديد الذي تنوي الحكومة تشييده، أبان وزير النقل عن الميزانية التي يجب أن تخصص له وهي 200 مليار دينار، وهو مبلغ معقول نظرا لضخامة المشروع. لكن الغريب هو تصريح الوزير بأن التمويل لن يكون من الخزينة العمومية. والآن الجزائر مع قلة الإمكانيات المالية تاعها سوف ترجع للخدمات كما كانت في السابق. في السابق كانت فاتحة المجال للتمويل الأجنبي، وقفناها لما عملنا الطرقات في قامت رئيس الجمهورية قال لك ما نحتاجوش تدخل تاع الأجانب، لكن الآن نرجعوا نفتحوا المجال لتدخل الأموال الأجنبية باش تمول لنا بعض المشاريع الكبرى بما فيهم هذا. نريد ان الاجانب يشاركوا معنا الغد يعني في الخدمات في الديناميكيه المشروع، ضروري ان يكونوا مشاركين معنا ماليا. التمويل الذي تبحث عنه الحكومه سيكون من البلدان ذات الخبره في المجال، وعلى راسها تلك التي تربطها بالجزائر علاقات سياسيه واقتصاديه متينه. الجهات المعنيه هي الجهات اللي برهنت حتى الان في تسيير الميناءات. عندنا الصين الشعبية اللي يعني شرات حتى في بعض الميناءات في فرنسا، في جهات أخرى عندنا قطر، عندنا الإمارات العربية، يعني عندهم أموال ضخمة ومهتمين كثير بالخدمات تاع الميناءات والخدمات السياحية والخدمات على كل ما هو خدمات تجارية. يذكر أن الميناء سينجز على ثلاثة مراحل في أجل 10 سنوات على مساحة 1000 هكتار بين مدينتي تنس وشرشال.